السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نطرقوا لاهم لي سوجي اللي يقدروا تحطوا لكم في الفرض الصفي وحتى في الفرض الموحد، وعلاش لا حتى في الامتحان الجهوي. طبيعه الحال وكيف قلت لكم دائما ان المواضيع ديال البروديكسيون اكريت كتكون مقتبسه من الروايات اللي قريتو، يعني ما يمكنش يجيبوا لكم شي موضوع ما ناقشوش لينا الكاتب في الروايه ديالو. مثلا حنا خدامين الان على الروايه الاولى اللي هي لابواط ميرفي للكاتب ديالها احمد صفري، وهو كاتب مغربي، وناقش لينا بزاف ديال لي تيم، بزاف ديال المواضيع بحال لي تراديسيون تقاليد، بحال الاحتفال بعاشورة، بحال لابوليغامي تعدد الزوجات، بحال لا سوليتود الاحساس ديال الوحده، بحال لا سوبرستيسيون الشعوذه. بزاف ديال المواضيع ناقشها لنا احمد صفريو في هذه الروايه. هاد المواضيع هذه هي اللي كتكون في البروديكسيون اكريت. بطبيعه الحال الطريقه ديال الطرح ديالها في البروديكسيون اكريت هي اللي كتختلف، مي لو تيم خاصك دائما تكون جامع واحد الحجج على اهم لي تيم ديال الروايه، وديك الساعه كتبقى الطريقه اللي غتخدم عليها على حساب اشنو غادي يقولوا لك، واش بغاوك تخدمها بالبلون سامبل ولا بالبلون ديالكتيك ولا بشي بلون واحد اخر. يعني كتبقى المنهجيه هي اللي خاصك ماشي لي زارغومون. يعني كل تيم قلتوا لكم خصكم ضروري تمشيو تجمعوا عليه معلومات وبزاف ديال الحجج، تاخذوا عليه فكره باش مني تطرح عليكم في البروديكسيون اكريت تلقاو باش غادي تعمروا. كنتمنى ان الصوره تكون وضحت. وحاجه تاني من دابا نقولها لكم، مواضيع خارجه على الروايات ما كتطرحش لينا في البروديكسيون اكريت. دوك المواضيع ديال الساعه بحال كوفيد، بحال مثلا العنف ضد الاساتذه ولا ضد التلاميذ، هادشي هذا ما عندناش في الروايات. حنا ما عندناش في الروايات هاد المواضيع اللي كتكون دابا. يعني شي موضوع مثلا كيكون داير البوز في هاد العام هذا، كتمشيو نتوما كتخدموا عليه على اساس انه يقدر يتحط في البروديكسيون اكريت. هادشي هذا بلا ما تضيعوا معاه الوقت هاد السنه هادي، خدموا على المواضيع اللي عندها علاقه بالروايات واللي دائما كنبقى نشير ليها مره مره. قبل ما نبدا معكم لي سوجي، نتمنى انكم تدعوا مع الاب ديالي بالرحمه والمغفره ومع جميع الاباء ديال المسلمين. لو سوجي نيميرو 1، Pour beaucoup de personnes, la solitude est un refuge, un abri contre les agressions des autres. واحد الفئة ديال الناس كتعتبر ان لا سوليتود الوحده هي واحد الملجأ، هي واحد المأوى، يعني ضد دوك داك العنف وداك العدوان ديال الطرف الاخر. مي دوطخ، ولكن وحدين اخرين، إن لا سيبورت با، ما كيقدروش يستحملوا. اشنو كيقدروش يستحملوا؟ ما كيقدروش يستحملوا لا سوليتود الوحده. اي سونغواس ميم ا ليدي دو سو روتروفي سول، وغير الفكره ديال انهم غيكونوا بوحدهم كتخليهم يحسوا بالقلق. حنا لو تيم برينسيبال ديال الروايه ديالنا لا بواط ميرفي هو لا سوليتود، هو الوحده. يعني غالبا هذا هو لو سوجي اللي غادي تعطى لكم في البروديكسيون اكريت الاول مع الاستاذ، مي غيقدر يتعطى بعده طرق، ولكن لو تيم واحد هو لا سوليتود. يعني هذا الجزء هذا الاول اش قالوا لنا؟ قالنا كاينه واحد الفئه كتقول لك من الاحسن اننا مثلا نبقاو بوحدنا، يعني كنلقاو الراحه ديالنا وكنلقاو يعني الملجا في هذيك الوحده. ولكن ناس وحدين اخرين كيقول لك لا، ما نقدرش نبقى انا بوحدي، غير الفكره ديال انني نكون بوحدي كتخلق ليا القلق. يعني هنا عندنا واحد جوج ديال الافكار اللي هما معارضين، الناس بوغ لا سوليتود، الناس مع الوحده، والفئه الثانيه كونتر لا سوليتود. Que pensez-vous du comportement des uns et des autres à propos de la solitude? يعني اشنو بان لك انت في هذا التصرف ولا في هذا التفكير ديال الفئه الاولى وحتى في التفكير ديال الفئه الثانيه؟ يعني غتقول لنا الناس لي بوغ علاش عزلوا هاد لا سوليتود، يعني تعطينا دي زارغيمون. من بعد غدوز لنا الناس لي كونتر، حتى هما تقول علاش عزلوا لي زارغيمون، وفي الاخر تقدر تعطينا الراي ديالك الشخصي، يعني انت واش مع او ضد. ندوزو باش نشوفو لو سوجي نيميرو 2. Certaines personnes préfèrent recourir à la superstition et à la visite des saints et des marabouts pour trouver des solutions à leurs problèmes. يعني بعض الناس كيفضلوا انهم يلجؤوا ركورير يلجؤوا لا سوبرستيسيون، يعني الشعوذه، اي على فيزيت والزياره دي سان اي دي مارابو، الاضرحه، الاولياء الصالحين، pour trouver des solutions à leurs problèmes، باش يلقاو حلول المشاكل
ديالهم. هاد لو تيم ديال لا سوبرستيسيون ديال الشعوذه كنلاحظوا في لو شابيتر 2 من الى الزبيده جات عندها الصديقه ديالها لاله عائشه وكانت قبل ضربات في لو شابيتر 1 مع رحمه وجات لقات فيها الشقيقه وراسها دارها وسيدي محمد صفر قالت ليها يلا نمشيو نزورو الضريح ديال سيدي علي بوغالب مني غادي نمشيو نزورو قالت لي غتولي بخير وسيدي محمد غيصح وما غيبقاش يضرك راسك يعني هما باش يحلوا داك المشكل الصحي يعني فضلوا انهم يمشيو عند هاد لي ماغابوليسا في بلاصه يمشيو عند لي ميتسا وعندنا حتى في لو شابيتر 10 لو شابيتر 10 ثاني لاله عائشه غتقول لاله زبيده يلاه دي معنا سيدي محمد ويلاه نمشيو نزورو واحد الشواف اللي سميتو سيدي العرافي وهو واحد الشواف اللي افيغ اللي هو اعمى ديجا شرط لهاد الشيء هذا في البريزونطاسيون ديال لي بيرسوناج وحتى في لي زيفينمون يعني لو سوجي دو الموضوع ديالو هو لا سوبرستيسيون الشعوذه كو بونسي فو اشنو بالك Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous développez votre point de vue avec des arguments et des exemples précis. يعني غتقول اشنو بالك وغادي دير لينا تيكست ارغومونطاتيف تعطينا فيها الحجج وبطبيعه الحال لي زيكزومبل كناخذوهم من الروايه وانا قلت لكم لي زيكزومبل اللي عندنا عندنا ليكزومبل اللي كاين في لو شابيتر 2 ديال الزياره ديال سيدي علي بوغالب وعندنا ليكزومبل ديال الزياره ديال سيدي العرافي اللي كاينه في لو شابيتر 10 المهم هادو هما اللي بقاو راسخ ليا في الدماغ ديالي انا قلتهم لكم المهم لو تان تاني كيهضر على لا سوبرستيسيون تاهو خصكم تجمعوا ليه دي زانفورماسيون ندوزو باش نشوفو لو سوجي نيميرو 3 ان نوم غويني يعني واحد الراجل اللي مثلا يعني ما بقاوش عنده الفلوس يا اما عنده ديت يعني مسلف من عند شي حد دير كريدي موفيز جيستيون كانوا عنده فلوس يعني وما عرفش يتصرف حتى ما بقى عنده لا ريال لا جوج فايت يعني دار فايت يعني المهم شخص ما بقاوش عنده الفلوس يعني ولا مفلس الاسباب كتكون مختلفه يا اما يطيحوا ليه الفلوس يا اما يكون كيتسالوا الكريدي يا اما ما كيعرفش يتصرف بالفلوس بو ريبارتير ا زيرو اي فير فورتين واش يقدر يبدا من الصفر ويجمع واحد الثروه هاد لو سوجي هذا معلق لينا بلاغوين ديال المعلم عبد السلام الافلاس ديال المعلم عبد السلام المعلم عبد السلام ما بقى عنده لا فلوس لا حتى شي حاجه بالضبط في لو شابيتر 8 غيمشي باش يشري لاله زبيده لي براسلي غيطيحوا ليه الفلوس يعني ما غيبقى عنده لا فلوس لا حتى شي حاجه العائله غتولي بين ليله وضحاها يعني ما عندهمش حتى ما يصرفوا تما فين غيقرر المعلم عبد السلام انه يمشي يخدم مواسونور حصاد او زونفيرون دو فاس النواحي ديال فاس بوغ اماسي دو لارجون باش يجمع الفلوس بوغ اوفغيغ ا نوفو سون اتوليي باش يقدر يحل من جديد المحل ديالو لاتوليي ديالو يعني هذا الموضوع هذا تا هو بطبيعه الحال داخل في الروايه وبالضبط كاين في لو شابيتر 8 كيل اي فوتغ بوين دو فيو ا بروبو دو سو سوجي يعني اشنو الوجهه النظر ديالك بخصوص ديال هذا الموضوع واش الشخص ما عنده حتى ريال يقدر يعاود يبدا من جديد وتولي عنده ثروه طبيعه الحال يعني سيدي عبد السلام لاحظنا انه ما بقى عنده لا ريال لا جوج ما بقاش جالس مشى خدم وجمع الفلوس وعاود رجع يعني وعاود حل المحل ديالو من جديد وعاود عاش العائله ثاني يعني في سعاده كل شيء ممكن غادي يجي ان تيكست ارغومونطاتيف دون لوكيل فو ديفلوبي فوتغ بوين دو فيو على دي زارغومون اي دي زيكزومبل بريسي دائما عندنا تيكست ارغومونطاتيف يعني دائما غيخصونا حجج باش ندافعوا على الفكره ديالنا وعلى وجهه النظر ديالنا يعني هنا انت الا كنتي مقتنع بالصح ان اي شخص بدا من الصفر يقدر يوصل لواحد الثروه غتعطيني لي زارغومون كنتي ضد يعني مستحيل شي شخص يعني يوقع ليه افلاس يعاود يبدا من الاول ثاني غتقول لي لي زارغيمون سوا قلتي سوا قلتي لا خاصك تعطي دي زارغيمون كتعلل بهم داك الاختيار اللي درتي بالنسبه للسوجي نيميرو 4 beaucoup de personnes préfèrent épouser plusieurs femmes au lieu d'une seule d'autres voient malhonnêtement cette habitude يعني هنا عندنا واحد لو تيم ديال لا بوليغامي تعدد الزوجات هاد تعدد الزوجات فين عندنا في الروايه عندنا مولاي العربي العلوي اللي هو الزوج ديال لاله عائشه اللي هي الصديقه المقربه للام ديال الراوي لاله عائشه ما والداش مولاي العربي قرر انه يزيد المراه الثانيه
يعني مولاي العربي هو اللي عندنا هنايا في الرواية ومعلق به هاد لو سوجي، هو اللي قرر انه يتزوج على لالة عيشة، واحد السيدة اللي كيقولوا لها لا في دي كوافير، ما عارفينش حنا السمية ديالها، مي كيقولوا لها بنت الكوافير، يعني مشى تزوج بها باش انه زعما تولي عنده باش يقدر يولد ويكون عنده الوريث وهادشي هذا. وبالضبط عندنا في لو شابيتر 8 ملي غتجي لالة عيشة تجي تزور لالة زبيدة غتقول ليها راه مولاي العربي مشى تزوج عليا مرا وحده اخرى من بعد ما وقفت معاه وبعت الذهب ديالي باش حليت ليه المشاكل ديالو. كوبونسيفو يعني تاني اشنو بان ليك، غادي يجي ان تكست ارغيمونطاتيف دون لوكيل فو بريزونتي فوتخ افي سوغ لو فليو دو لا بوليغامي، غتعطينا وجهة النظر ديالك وغتعززها بحجج، ومع الحجج غدير لينا واحد المثال، مثال واحد فقط كافي بلا ما تبقاو تكثرو، حيت قد ما كثرتو قد ما كيكونو عندنا الاخطاء. مثال واحد بركة عرفتي ديريه ما عرفتيش، يعني ما تبقاش غير كتخربقو حيت كتزيدو تكثرو الاخطاء. وهاد لو سوجي راه بالضبط كاين في لو شابيتر 8 ديالنا. سوجي نيميرو 5، عاشوراء اي بيرسو دوبوي دي سيكل كوم لا فيت دو لانفونس دو لا فامي اي دي تراديسيون. يعني هنا كنهضروا على لو تيم ديال عاشوراء. عاشوره فين كاينه بالضبط قبل ما نبدا نشرح لكم لو سوجي؟ عاشوره عندنا في لو شابيتر 5 6 اي 7، في ثلاثه ديال لي شابيتر عندنا هذا الحدث ديال عاشوره، يعني 5 و 6 كان كيبريباريو الاحتفال بعاشوره ب 15 يوم قبل، كيقادو في المسيد العيالات حتى هما كيوجدوا، الاباء والامهات كيشريو اللعاب للاولاد ديالهم، كيشريو ليهم حوايج جداد. وفي لو شابيتر 7 عاد احتفلوا لينا بلا فيت ديال عاشوره، يعني كاينه في لو شابيتر 5 6 اي 7. هنا اش قالوا لينا في الموضوع ديالنا؟ قالوا لنا ان عاشوره يعني من شحال هذه وكيحتفلوا بها، كتعتبر يعني حفله كيحتفلوا بها الاطفال والعائله، وحتى التقاليد يعني كتزيد كتبان في عاشوره. كوبونسيفو شنو بان ليك؟ وكوم دابيتود ملي يجي ان تيكست ارغيمونطاتيف، يعني دائما كتكون عندنا تيكست ارغيمونطاتيف غادي نديرو فيها البوان دو فيو ديالنا، وغادي نعزوها بدي زارغيمون وبطبيعة الحال بدي زيكزومبل، كنقول لكم مثال واحد كافي. لو سوجي نيميرو 6، اجوردوي بور فيفغ اون توت ترانكيليتي إل فو إيفيتي تو كونتاكت افيك لي فوازان، في يومنا هذا باش انك تعيش يعني في واحد يعني كما كنقولوا تعيش وتشد التيقار ديالك في هدوء، il faut éviter tout contact avec les voisins، خاصك يعني تحاول انك تبعد من اي تواصل من اي حاجه غادي تخليك انك مثلا تهضر مع الجار ديالك، يعني بمعنى سد بابك ودخل سوق راسك، هذا هو لو تيم ديال هاد لو سوجي، يعني العلاقه ديالنا مع لي فوازان. كوبونسيفو شنو بان لك؟ واش انت مع هاد لو سوجي هذا؟ واش انت مع انك ما ديرش علاقات مع الجيران وتدخل سوق راسك باش انك تبقى هاني؟ يعني الا كنتي مع غتقول لنا علاش، واحد ثلاثه ديال لي زارغيمون كنتي ضد هاد الفكره هادي، يعني خاصنا نديروا علاقات مع الجيران وداك الشيء ونتعرفوا عليهم ونبقاو نمشيو ونجيو عندهم ونتقاسموا معاهم الافراح والمسرات والاحزان وكل شيء، ثاني غتقول لنا لي زارغيمون علاش انت مع هاد الفكره. وبطبيعه الحال امثله والمثال ديالنا كاين في لو شابيتر 3 بالضبط، مني زينب توضرات لالا زبيده واخا كانت مخاصمه مع رحمه، يعني نسات داك الخصام ومشات وقفات مع الجاره ديالها وبدات هي كتقلب معاها على بنتها، ومشي هنا وتجي هنا وبكات معاها ويعني وتقاسمات معاها كل شيء. يعني هنا هذا هو المثال اللي نقدروا نديروه الا كنتو نتومايا يعني كونتر اننا منبعدوا على الجيران وبالعكس نبقاو معاهم على تواصل، يعني هذا هو المثال اللي عندنا في لو شابيتر 3، يعني لا سوليداريتي التضامن مع الجيران ومع اخر السوجي ديالنا. لو ترافاي اي بور لي زان اون سورس دو في اي دو كونتينويتي طوندي كيلي بور لي زوتر اون اكتيفيتي فيزيك روتينيير، يعني العمل هو بالنسبه لواحد الفئه هو مصدر ديال الحياه وديال الاستمرار، طوندي كيلي بور لي زوتر خويني بالنسبه لوحدين اخرين اون اكتيفيتي فيزيك روتينيير هو واحد مثلا الحاجه اللي كنديروها وكنستعملوا فيها الجسد ديالنا وفيها يعني روتينيير اللي درناه البارح كنعاودو نديروه اليوم. أكي دون طون غيزون أفوطخ أفي، شكون اللي عنده الحق؟ واش الفئة الأولى اللي كتقول لك أن العمل هو مصدر الحياة والاستمرار، ولا أنت مع الفكرة الثانية ديال أنه
واحد لاكتيفيتي، واحد العمل اللي كنستخدموا فيه الجسد ديالنا وهو روتيني، يعني كيبقى كيتعاود باستمرار. يعني غتعزل الفئه اللي انت متفق معها، وبطبيعه الحال تعطينا حجج، والحجج تعطينا معهم شي مثال. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد لي سوجي هادو. كنتمنى ايضا انكم كل موضوع قبل ما تبغي تكتب البروديكسيون اكريت خاصك تمشي تجمع دي زارغيمون على اهم لي تام برينسيبو، تحطهم في واحد الفايتير، وديك الساعه عاده تبدا تضارب مع المنهجيه اللي غادي تجيك مع لو سوجي، وديك الساعه عاده ثاني نبداو ضاربين مع لي فيرب، وهادي وشنو نديرو هنا وشنو نديرو هنا، كيفاش غادي نصوب المقدمه مزيان، كيفاش غادي ندير الخاتمه. يعني اول حاجه وجد لي زارغيمون، عاد يجي داك الشيء الاخر. الى اللقاء، الى فيديو مقبل ان شاء الله، والى معلومه جديده. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.